دائما الشباب السوري بيتجه الى العمل الخير والعمل التطوعي، ولكن ضمن شهر رمضان المبارك تكثر المبادرات. خلينا نحكي اليوم عن مبادرة السلام السورية الروسية، وهي كتعاون مشترك بين البلدين وفي جميع النواحي واشراك كافة الشرائح لتقديم مختلف الاعمال التي تستفيد منها مختلف طبقات المجتمع. رح نحكي اكثر مع الدكتور فادي عيسان، المدير الطبي لمبادرة السلام السورية والروسية. صباح الخير. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا. الله يسلمك يا رب. أهلا وسهلا. كل عام وأنت بخير ورمضان كريم. خلينا نحكي دكتور فادي بداية عن هي المبادرة، مبادرة السلام السورية الروسية. إمتى بدأت؟ شو بتشمل؟ تمام. مبادرة السلام السورية الروسية هي مبادرة إنسانية تطوعية ثقافية اجتماعية أيضا طبية. بلشت بال 2019، قام عليها الدكتور احمد الكود، بنوجه له صباح الخير. هو مدير مبادره السلام السوريه الروسيه مع الاصدقاء الروس، المركز الثقافي الروسي بالسفاره الروسيه في دمشق ومركز المصالحات الروسي ايضا. عملنا نحن على الموضوع الطبي حاليا. نحن عم ننشئ مركز طبي خيري، حيكون بظل ارتفاع، مثل ما بتعرفوا ارتفاع الاجور اليوم والمعالجات، حيكون المركز شامل لكل الاختصاصات الطبيه، منا اختصاص العينيه، اختصاص البوليه، اختصاص الجراحه العامه، واختصاص جراحه الاسنان وتجميلها، واختصاص القلبيه والداخليه والنسائيه ايضا. حاليا بلشنا بعيادتي الخاصه بحسم جرحى الجيش والقوات المسلحة 50%، بعدين بلشنا مجموعة من الأطباء أيضا بعياداتها، لحين إنشاء المركز الطبي في دمشق، ومن بعد إن شاء الله حننشئ كذا مركز بأراضي الجمهورية العربية السورية. المبادرة طبعا هدفها مثل ما بنقول هي مبادرة إنسانية وتطوعية، هدفها نشر الحب والسلام بجميع الأراضي السورية العربية السورية. طبعا تعاوننا مع محافظة دمشق، مشكور الأستاذ عادل العلبي، قمنا بتكريم أعمال الصيانة وأعمال الصرف الصحي لما قاموا فيه من عمل أيضا وجه المحافظ بذلك. نعم. يعني نحن عم نحكي عن المبادرة هي بس بدمشق، ولكن ولا رح نشوفها في كافة المحافظات. حاليا عندنا مكتب بحلب. نعم. ومكتب بدمشق. نعم. خلينا نحكي ان شاء الله حيكون يعني قريبا طرطوس، اللاذقية، حمص ان شاء الله. طيب خلينا نحكي عن تواجدكم، عن اي حدا حابب هو يكون معكم بالمبادرة، هو بحاجة لدعمكم، كيف عم تستقطبوا شرائح الناس؟ هلا الاستقطاب حيكون طبعا توفير للشباب، بيقدم الشباب للمبادرة، حيكون استقطاب لعمل مشاريع صغيرة وثم مشاريع كبيرة إن شاء الله. نعم. نعم. طب خبرنا عن الخدمات الطبية كمان دكتور اللي أنتم عم تقدموها بهي الجمعية. يعني نحن مثل ما قلت لك هلا من عيادة الأسنان الخاصة تبعي عم تقدم حسم 50% لجرحى الجيش وذوي الاحتياجات الخاصة والايتام ولكافه يعني شرائح المجتمع. وبعدها ان شاء الله كمان في عياده مجمع الانتر اليزك بشارع بغداد ايضا للجراحه العينيه، الدكتور ايضا اخصائي جراحه العينيه عم يقدم كمان حسم 50%، ومجموعه عيادات ايضا ببرزه الدكتور محمد ميسر ايضا عم يقدم 50% كمان. هي ضمن المبادره؟ تماما ضمن المبادره. يعني مثل ما قلت لك هي بظل ارتفاع الاجور اليوم. صحيح. المعاينات مثل ما بنعرف الاجور الطبيه كثير مرتفعه اليوم، فنحن بحاجه صراحه دعم كافه شرائح المجتمع السوري. تمام. نحن عم نحكي عن الامراض العاديه، ولكن خلينا شوي نحكي بظل انتشار وباء كورونا. كثير من الاشخاص هن اكيد ما فيهم يتجهوا الى الطبيب، ممكن ما يقدروا يجروا تحاليل. اليوم شو دوركم بهذا الخصوص، وكيف عم تلبوا احتياجات المواطنين، ان كان من استفسارات وان كان يمكن من وجود اطباء بمنازلهم؟ تمام. هلا بدايه موضوع الكورونا مثل ما بنعرف هو وباء عالمي،
في دراسة عملتها صغيرة عن موضوع القلق المصاحب للكورونا. مريض الكورونا مثل ما بنعرف بيزيد عنده هرمونين هن الكورتيزول والإدرنالين، مما يؤدي إلى تفاقم الحالة الصحية لمريض الكورونا، ونتيجة العزل المنزلي بيحس حاله معزول عن العالم الخارجي ووسطه الخارجي، مما يؤدي إلى تفاقم حالته وزيادتها سوءا. تمام. في تدابير معينة بنصح فيها مرضى الكورونا. مثل شو؟ بداية فينا نقول أول شيء الدعم النفسي المقدم من الأهل. يعني أول شيء لازم الأهل يوعوا المريض أنه نسبة الشفاء أكثر بكثير من نسبة الوفاة. يعني نسبة الوفاة تقدر ب 4% فقط، أما نسبة الشفاء عالية. الأمراض المزمنة أيضا بتؤدي إلى تفاقم موضوع الكورونا. في تدابير أخرى ممكن منها موضوع تنظيم النوم كتير مهم، موضوع هرمون الميلاتونين مثل ما بنعرف هو هرمون النوم أساسي كتير لموضوع الاستشفاء. يعني النوم كتير أساسي لموضوع استشفاء مريض الكورونا. تنظيم النوم أثناء فترة العزل الصحي كتير مهم لمريض الكورونا مشان يزيد عنده نسبة الشفاء. يعني في كثير من الأشخاص اللي بيعانوا من كورونا بيكونوا بحاجة إلى فحص أكسجة، بيكونوا بحاجة إلى يمكن صورة صدرية، بيكونوا بحاجة أيضا إلى أدوية. خلينا نحكي أنتوا يعني أي حدا عم يحاكيكم أنتوا عم تلبوا له هيدا الشيء، عم تتجهوا إلى البيت، عم تأمنوا له الجهاز؟ تماما. هلا حاليا نحن حنعمل مبادره كامله عن موضوع الكورونا، من تقديم مثل ما قلتي انت اجهزه اكسجه لموضوع المرضى المصابين، وتنظيمها وتنظيم موضوع الاكسجه لدى المريض. فريق ايضا طبي يقوم بزياره مرضى الكورونا بالمنزل ايضا لتقديم العلاجات اللازمه لهم، وتقديم بعض الادويه والمساعدات لموضوع مكافحة موضوع الكورونا. نعم. نعم. يعني إذا المبادرة هي بتتضمن حسم مثل ما قلنا ل رجال الجيش العربي السوري أو الجرحى وحتى الأيتام وحتى ذوي الاحتياجات الخاصة. كيف عم تشوف هيك أخيرا ردود الفعل بالناس لما عم تجي وتشوف هي المبادرة؟ والله نحن مثل ما قلت لك هي مبادرة إنسانية وتطوعية. يعني نحن هدفنا انه نوصل لكافة شرائح المجتمع السوري. نعم. كافة. يعني نحن هدفنا نوصل لأكبر شريحة. يعني ممكن تزيد الفئات اللي عليها حسم مثلا تستفيد؟ طبعا مثل ما قلت لك انا المركز اللي نحن عم نعمله هلا المركز الخيري هيكون لكافة شرائح المجتمع السوري، ليس فقط لذوي الشهداء والجرحى هيكون حسم إن شاء الله لكافة الشعب السوري. إن شاء الله دائما السوريين إيدهم للخير دائما وبيحسوا ببعض موفقين. الله يسلمك. وأكيد إن شاء الله بنكون معكم خطوة بخطوة بنجاح المشروع الإنساني الطبي. شكرا كثير لك.